بلاكين ذا انت اريد تران ليروف اند ريسنج. ايها المتابعون الكرام، ايها السيدات والساده، انطلقت الشوط السادس من هذه الامسيه للخيل العربيه الاصيله الانتاج المحلي اللوكل هنا في الاراضي العشبيه في الريان بارك. نشاهد عالي المقام من فرنت ايها المتابعون الكرام بالمركز الاول سلاله عامر وابيجيل تدريب جوليان سمارت تيو شيم بورد. شوف المركز الثاني هنالك اي جي اس الريان مانجالين دلوب وعامر على المركز الثاني. الجواد اي جي اس الريان مع توماس لوكاس ينطلق، بينما الانطلاقه تاتينا للشرسه مع ستيفان لجاج ان ذا ثيرد. المركز الرابع ايها المتابعون الكرام هنالك اي جي اس قناص البحر وكريمه، السلالة الضاربة جدا 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 هنا في المضمار العشبي ينطلق في المركز الرابع، بينما خامسا مجيد عامر وضبية جون باتستي هامل امبورد ذا مارون جوكي. اذا نعود لبلو جوكي هنا فرنت ايها المتابعون الكرام عالي المقام مع تيو شي في المركز الاول المنعطف ما قبل الاخير على النهاية بمسافة 1850 متر اي جي اس الريان ان ذا سكند. نشوف معنا ايها المتابعون الكرام توماس لوكاس في المركز الثاني، شرسه في المركز الثالث بتدريب بيير. اذا نعود الى المركز الاول ايها المتابعون الكرام اللي هو جوليان سمارت في المركز الاول، بيير ان ذا سكند. ايها المتابعون الكرام المنافسه بتوين ذا تو ترينرز ان الشحانيه فعلا ايها المتابعون الكرام. هنا بيير ينطلق مع ستيفان لجاج شرسة على المركز الأول، مارجو بيرنينغ سان هنا فرنت فعلا أيها المتابعون الكرام، مجيد ان ذا بريشر ان ذا سكند فعلا أيها المتابعون الكرام، بين بيير وستيفان أيها المتابعون الكرام. The official result the winner horse number 6 شرسة with Pierre and Stefan Lajaj. In the second, horse number 4, Majid Alban de Mule, John Battisti Hamel. In the third, horse number 3, AJS Gannas with Hadia Ramzani and Falah Bougnim. In the fourth place, horse number 5, Megdam Zaidi, Ibrahim El Malki and Salim Ghulam. In the fifth place, horse number 1, Ali El Maqam, Julian Smart and Teo Shea. Mabruk. ريدي تو ران.